ما هو الفرق بين السوء الظن والحذر وما هو الظن المطلوب اجتنابه وهل تعني الآية التي فيها اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم هل تعني أن هناك ظن لا يطلب اجتنابه اعتمادا على كلمة كثيرا من الظن أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن الظن بالناس فيه تفصيل فالظن بالناس على قسمين قسم الأول الظن بالكفار والأعداء أعداء الدين فهؤلاء لا يحسن بهم الظن وإنما يحملون على سوء الظن والاحتراز منهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فيجب الاحتراس من الكفار بسوء الظن وأخذ الحيطة منهم والحذر منهم وكذلك المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والحقد في أنفسهم على المسلمين يقول الله جل وعلا فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فالأصل في الكفار والمنافقين سوء الظن ولا يحسن الظن بهم إلا في الأحوال النادرة التي جربوا فيها أو عرف عنهم عدم الإضرار بالمسلمين فيها والقسم الثاني الظن بالمسلم الأصل في المسلم العدالة فالأصل أن يحسن الظن بالمسلم لإسلامه وإيمانه ولأنه المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه فالمسلم الأصل فيه أنه يحسن به الظن ولا يساء به الظن إلا إذا جرب عليه شيء من الخيانة أو عرف بشيء من الخيانة فإنه لا يحسن به الظن وعلى هذا يحمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم في حق إخواننا المسلمين لأن سياق الآيات في إخواننا المسلمين نعم.